إن نظرية الإمامة الإلهية القائمة على العصمة والنص والوراثة في السلالة العلوية الحسينية المعروفة النظرية الإمامية، وقسم من الشيعة عرفوا بالإمامية لأنهم كانوا يقولون بهذه النظرية فسموهم إمامية، وإلا ماذا يختلفون عن بقية الشيعة الزيدية مثلا أو بقية المسلمين الذين لم يكونوا يعتقدون بأن الإمامة من الله، بل كانوا بعضهم يعتقد أن الحق بالخلافة في أترة النبي كالعباسيين أو في آل علي وفاطمة كالزيدية أو الفاطمية أو ما إلى ذلك. هذه النظرية خيالية اخترعها عدد من المتكلمين والغلاة الشيعة في الكوفة في القرن الثاني الهجري، ولكنهم واجهوا صعوبة بالغة في تسويقها بين الشيعة، وذلك لأنهم واجهوا مشكلة صعبة تتمثل في وصل حبل الإمامة الذي انقطع باعتزال علي زين العابدين عن السياسة. يقولون الأئمة من إمام علي وجابوا بعض النصوص على إمام علي واستفادوا منها أن هذه نص عليه. طيب ما بعد الإمام علي الحسن والحسين؟ لا يوجد نص من إمام علي عليهم، والإمام الحسن الناس بايعوه وهو تنازل عن الخلافة إلى معاوية، ثم الناس بايعوا الحسين وقتل بعد ذلك. طيب ما بعد الحسين كيف تتسلسل الإمامة إذا كانت هذه النظرية صحيحة ومن الله تعالى؟ فيجب أن تتسلسل بنص صريح مثل القرآن، يعني وصي أو وصايا واضحة وصريحة بالإمامة. هل نجد ذلك في علي بن الحسين في زين العابدين؟ أول حلقة اللي يمكن إحنا يعني نبني عليها ونمشي وراها أنه طيب بعد زين العابدين محمد الباقر جعفر الصادق موسى الكاظم، هذه النظرية الإمامية اللي استمرت وبعدين صارت 12، ما كان في البداية 12. الإمام زين العابدين اعتزل عن السياسة بعد واقعة كربلاء ورفض حتى أن يقود الشيعة، فتصدى للقيادة عمه محمد بن الحنفية ابن إمام علي، ثم أعطى الإمامة إلى ابنه أبي هاشم عبد الله. وعدم وجود نص واضح وصريح ومعروف من الإمام الحسين لابنه علي بالإمامة أصلا ما موجود هكذا نص، فقد قتل الحسين في كربلاء دون أن يوصي إليه حسب ما يقول الباقر والصادق في كتاب الكافي، أنه الإمام الحسين لم يوصي إلى علي بن الحسين لأنه بهذا السبب، لأنه كان مبطونا لا يرون إلا أنه لما به كان يموت بعد شوية. في كتاب الكافي كتاب الحجة باب الإشارة والنص على علي بن الحسين حديث رقم 1 و2 في عن الباقر والصادق حديثين أنه ما وصل الإمام الحسين إلى علي بن الحسين لهذا السبب. طيب كيف إذن الإمامية اعتقدوا بإمامة علي بن الحسين وبنوا عليها بقية السلسلة؟ يقولون عندما نفتقد الوصية أو النص الصريح نذهب إلى المعاجز، المعجزة هي التي تثبت إمامة أي إمام لأنه إمام من الله، فيجب أن يجيب معجزة من الله تعالى حتى يصبح إماما معينا من قبل الله.